صباح اهلا بكم حاجه الحلقه صباح وتحدي معلومات كره القدم وحلقه النهارده هي حلقه جديده من نوعها لانها ستكون للمره الاولى ما بين تيم صباح وعلى مرعي. عامل ايه اخبارك؟ وفي مواجهه تيم جديد بيكون لاول مره. التيم ده ظهر قبل كده مرتين وهو الكوير وصاحبته، بس احنا كنا مش عارفين المشكله مصر يوديني في داهيه، هل المشكله في الكوير ولا في صاحبته؟ قررنا ان احنا نفرقهم، الكوير لوحده وصاحبته لوحده وصاحبته، صح؟ صاحبته بالضبط، الكوير وصاحبته التانية، فهو ده اسم الفريق النهارده. ابو زيد عامل ايه؟ حبيب لا عامل سوحيت. ومعانا النهارده مين بقى؟ بيبو. بيبو هو انتيم ابو زيد اللي قرر ان هو يجي معاه النهارده علشان يثبت ان المشكله مش في الكوير، مشكله في صاحبته. انا الريمونتادا بقى نحاول نعمل ريمونتادا بقى. يلا بينا، خسران مرتين هتلبس فيا، ما انا عارف. ركز معايا، نو بريشر ات اول. لو خسرت النهارده هيجي احمد كامل بعد كده وصاحبته الحقيقيه بقى. صاحبته هو ويعلم علينا بس كده. جاهزين؟ قبل ما نبدا الفقره الاولى، طبعا حلقه النهارده لعلمك هي جزء جديد كده من التجديد اللي بيحصل السنه دي، يعني في مسابقات جمهور. جزء من التجديد في الموسم الجديد طبعا هو ان في حاجات كتير بتحصل، في فرق جديده بتيجي وفي فرق جت قبل كده. الفرق اللي ما اتغيرتش هي الفرق اللي كان لسه فيه بيف، يعني يا اما مثلا في تعادلات، ما فيش حد كسبان للاخر، مش واخدين على عينهم 2-0 يعني مثلا يعني. وبالتالي في فرقه بقى جديده وكونسبت ان يجي مع حد مع صاحبه، فهو فعلا يبقى اصلا في ما بينهم كيمستري ما بينهم هما الاثنين. ده عايزين نطبقه على اكثر من حلقه، فاحنا النهارده بنبدأ كده. نعم نعم. ممكن يجيب واحد صاحبي؟ اه بجد. عايز طيارك من برنامجك يا باشا. تجيب واحد صاحبك؟ كاتاجو؟ تحب تجيب رامي؟ لا لا لا. ثانية قبل ما نبدأ حلقة النهاردة لازم أقول لكم على حدث هيحصل في موسم الرياض، اللي بشكل عام موسم الرياض كل سنة بيعلي على السنة اللي قبلها، بس الحدث ده بالذات أنا مستنيه بفارغ الصبر، لأن زي ما أنتم عارفين أنا عاشق لكل الرياضات القتالية بالذات الـ MMA والبوكس. ويوم 28 أكتوبر هتجتمع قمة الـ MMA اللي هي الـ UFC ضد البوكسينج في حدث واحد. من ناحية عندنا المتحدي التشالنجر فرانسيس إنجانو، بطل الوزن الثقيل في الـ UFC اللي قصته اصلا مش طبيعيه. فرانسيس جه من عيله فقيره جدا، ولما راح اوروبا علشان يحاول يحترف بوكسنج حصلت له مشاكل على الحدود ودخل السجن، ولما طلع منه ما كانش معاه دولار واحد، ولكن في مدرب شاف فيه موهبه وخده من ايديه ودخله الجيم ومرنه MMA لحد ما مستواه عالي جدا، وراح امريكا اشترك في اليو اف سي وفضل يكسب لحد ما اصبح بطل الوزن الثقيل، وبعدها قرر ان هو يسيب حزامه في اليو اف سي كبطل عالم للوزن الثقيل علشان يروح يلعب ماتش على بطل عالم من الوزن الثقيل في البوكس. وطبعا منافسه وبطل العالم الحالي هو كمان عنده قصه اقوى بقى من قصه انجانو، تايسون فيوري البطل الانجليزي، كان بطل العالم في الوزن الثقيل للبوكسنج وما كانش خسر ولا ماتش، ولكن فجاه وبدون انذار بدا يجيله اكتئاب شديد جدا وبدا يدخل في مشاكل كبيره نفسيه وذهنيه واكتئاب وادمان، لدرجه ان هو مش بس خسر فلوسه كلها، ده كمان خسر لقبه كبطل العالم في الوزن الثقيل من غير ما يخسر في الحلبه، سحبوا منه الحزام. ولكن وبعد اكتر من 3 سنين وبالرغم من ان وزنه زاد جدا، جاله واحد وقال له ايه رايك نلعب مباراه على حزام الوزن الثقيل اللي مع واحد ما بيخسرش اسمه ديونتاي وايلدر. فيوري وافق وقعد يتمرن مع المدرب علشان يلعب ضد ديونتاي وايلدر البطل المغوار، وكان كله متوقع ان دي هتبقى فايت كده شكليه رمزيه، فيوري يعمل منها شويه فلوس واكيد هيخسر. صحيح انه كان بطل عالم وعمره ما خسر، بس ما دخلش حلبه ملاكمه بقاله سنين، ولكن اللي حصل ما كانش ممكن يخطر على بال حد. تايسون فيوري فضل يحارب لحد اخر جوله، وبالرغم من انه خد لكمه قويه جدا ووقع على الارض وتقريبا اغمى عليه، صحي قبل ما العشر ثواني تنتهي واكمل اللقاء، والحكام اجمعوا ان النزال ده انتهى بالتعادل علشان يتقلب الكوكب كله، وبعد كده يعيدوا المباراه مرتين، وفي المرتين تايسون فيوري كسب فيها وايلدر عشان يكسب لقبه مره ثانيه كبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمه. ومن ساعتها لحد اللقاء اللي هيحصل ضد انجانو ده، فيوري ما خسرش ولا مباراه. بس ازود شويه كمان، الفايت مش محتاج حماس اكتر من كده، بس في تفصيله كمان تخليه فوق السحاب. تايسون فيوري اتسمى اصلا تايسون لان الملهم بتاع والده اللي خلاه يسميه الاسم ده هو البطل الاسطوري في الملاكمه مايك تايسون. طب معلش يا صاحبي، هو ايه علاقه مايك تايسون بالخناقه دي؟ علاقته ان مايك تايسون هو اللي بيدرب فرانسيس انجانو علشان يكسب تايسون فيوري. ففي المباراه دي هتشوفه في ناحيه تايسون فيوري والمدرب بتاعه، وهتشوفه في ناحيه ثانيه فرانسيس انجانو ومايك تايسون واقف معاه في الركن، وكل ده هيحصل في موسم الرياض يوم 28 اكتوبر. خلصنا كده البوكسنج، تعالوا بقى ندخل في البوكسنج بتاع التحدي عشان النهارده مش هيعدي على خير. يلا الى الفقره الاولى، والفقره الاولى هي فقره
اهبط صح. صح. الله اكبر يا سلام. والله جامدين قوي. يلحقني على طول يلحقني. دي منت اهلاوي برضه طبعا صح. والسربرايز مين؟ 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 اليوفي؟ روبا. ايوه الواد ده رومانيستا من زمان بقى. يا ابن اللعيبه. لا ده كده بيبو هيدخل في حته ثانيه. فقرة اهبط صح ما لعبناش بقالنا كتير. رامز هيقول لنا سؤال وكل واحد هيكتب إجابة على الصنبورة. حلو. والإجابة الأقرب للإجابة الصحيحة سيأخذ صاحبها نقطة. هو بيتكلم كده ليه؟ مش عارف. استنى بس عشان معانا فنان هنا بس هو واضح إنه اكتشف مهم. بتحب تضيف؟ لا مش احنا قلنا سيب تيم صباحه. اوبا ايه ده؟ حلو خلاص خلاص حلو. لا والله والله حلوة. 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 والله منك حلوة. والله مقرفة. السؤال الأول، ميروسلاف كلوزا فاز بلقب الهداف مرة في الدوري الألماني، أفضل ريكورد لي في الدوري كان موسم 2005-2006 مع نادي فيردر بريمن، سجل في الموسم ده كام هدف؟ سهل صح؟ لا خلاص والله العظيم وحياة أمي كنت أقول نفس الرقم. هو غلط بس كتير ده 100%. عمره ما جاب جول عمره ما جاب عدد في اي حاجه ولا في لازيو ولا في اي حته. بسرعه 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 محتاج اشوف الاجابات. انت بتغش 26 كام انتوا كاتبين 25 اجابات قريبه قوي من بعض كده هم هم اللي كسبوا. وعايز اقول لكم على معلومه، اللي بيجاوب الاجابه الصح بياخد نقطتين مش بياخد نقطه واحده. ليه؟ اللي بيجاوب الاجابه الصح مظبوطه عشان ده هب بيجاوب الاجابه مظبوطه بالظبط بياخد نقطتين مش نقطه لان دي مسابقه هب. مين في بتفرش لحد بتفرش في واحد فيكم هبد صح وهو فريق مش فاكر اسمكم ابو زيد وصاحبته. ايوه هو اللي قالها لي على فكره والله العظيم كنت هقول له بس هو اللي قالها لي بس بصراحه لي 25 هي هبد. يلا هي 25 بالظبط. نايس حلو بدايه موفقه الحمد لله. قلنا 19 وكتبنا 19 وراح سالك رونالدو نعلى. لا اصل قبل كريستيانو وميسي ما كانش فيه حد بيجيب الحاجات العجيبه فوق ال 30 دي كان العشرينات ظريف. حلو 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 يلا كده ابو زيد وصحبته الثانيه خلاص امك 2-0 الاسم ده جامد جدا يعني بنخلص كده. لا عيب عليك بقى لسه بدري لسه رحلتنا كتير. السؤال الثاني ايوه امتى كانت اول مره في تاريخ الدوري المصري يفوز باللقب نادي الزمالك وده لقب الدوري المصري الممتاز فبنشيل منه دوريات القاهره. لا كان نفسي اشارك لو الاجابه ما اتكتبتش في خلال 4 ثواني هتروح عليكم يا ابو زيد بس بقول بس المعلومه. يلا دن فريق صلاح كتب 1962 فريق ابو زيد وصحبته الثانيه كتب 1964. ايوه الاجابه هي 1960 ويفوز فريق صلاح بالنقطه. ايوه يا لا لا بس السؤال ده اتسال قبل كده وانا موجود سؤال شبهه فعلا حاجه على الاهلي. لا كان وساعتها انا قعدت اعد الاهلي خد 8 أيوة 9 دوري ورا بعض. ايوه حاجه كان ايه السؤال بقى حاجه ليها دعوه بالحرب بس هو كان حاجه ليها علاقه والاجابه كانت 63 انا فاكر 57-58-62 حاسس ان هو صح. ولتاني مره على التوالي لا فريق يجاوب الاجابه الصحيحه لكن المره دي هو فريق مرقه وصوحي يا ابن اللعيبه. بس فعلا الزمالك اول مره خدها كانت سنه 60 او مره 59 ولا انا خدت اللعيبه مرقه 2-1. حلو يلا 1-1 لا 2-1 لينا. لا احنا حقانين الناس دي لحد ما نخسر بقى نسرع بقى وننصب ونتخانق ونعمل شغب. السؤال الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز امتى كان اخر لاعب فاز بالجولدن بوت وهو مسجل اقل من 20 هدف؟ لا يا ابني انت بتقول ايه يا ابني انت يا رب يا رب يا كريم ايوه بس محتاج اشوف الاجابات.
وكم انتو؟ 2021 2022 يعني هو كسبها في موسم 2022 اوكي ماشي. ايوه هو كسبها في موسم 2022 اه ده اللي هو كان مين الهداف بقى؟ صلاح صلاح وأوباميانج وساديو وساديو كانوا 22 كانوا كسرين كانوا 22 لا في حاجه كان فيها 19 صلاح خد الدوري هداف وهو 19 جول 100% لا نيفر لا كانوا 22 صلاح بيكسر ال 20 جول من ساعه ما راح الدوري الا موسم واحد هو صلاح فعلا في سنه جاب فيها 19 جول لكن ما خدش فيها لقب هداف الدوري مش ده سؤالنا؟ اخر لاعب فاز بهداف الدوري باقل من 20 هدف كان نيكولاس انيلكا ب 19 هدف مع تشيلسي موسم 2008-2009 وده معناه ان الكوير وصحبته أيوة. الثانية يتقدموا 3-1 عادي بس عادي. هو فاردي خد هداف الدوري مرة مع ليستر لما خد الدوري عدى ال 20 عداه برضه اكيد يعني ماشي حلو انا فكرت برضه في نفس اللي فكر فيه نسون اوبا وماني بس لا بس عداها 3-1 فاضل كام سؤال يا خرامس فاضل سؤالين يا اما هتتعادلوا او لا لا انا ممكن اجيبها صح عادي اه محدش عيب عليك يلا السؤال الرابع من الدوري الايطالي فكر ان احنا الاثنين قلنا نفس المعلومه صح وانا ماشيين على نفس الاتجاه مبروك يا نصوحي مبروك عليك يا باشا هات الحارس الاسطوري بوفون جان لوكا باليوكا اه مثل كام نادي في مسيرته الكرويه يلا بقى الكلام اللي زعل ممكن يكون في اخر ايام هذه الفرقه رفع الخير ادي الاجابات هي دي 6 بس هي مش باينه 5 و 6 مش ممكن يا جماعه هو يعني كسبنا كسبنا ده اكتر كسبنا ماشي مشهور دايما عن اللعيبه الايطاليين ان هم بيلعبوا في فرق كتيره يوفي انتر انتر لا عارف ولا بولونيا 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 لعب في بولونيا لا انا حضرته في بولونيا بس بولونيا انا شفته في بولونيا وانتر بارما سؤال كان في لازيو كان تيروتزي مش باليوكا لا تيروتزي اللي كان اوه انا كل ده بتكلم على تيروتزي اصلا لا بس هم مع الحراس بيلعبوا انت ما قلتش مين يحسب باليوكا ده بتاع 94 صح ايوه جاي و98 ده بتكلم على تيروتزي 94 98 بس هم الحراس او اللعيبه اللي بيلعبوا في فرق كتيره لكن جانلوكا باليوكا ما لعبش غير في اربع فرق فيفوز الكوير أيوة وصحبته الثانيه باول فقره تنتهي النتيجه 4-1 والله العظيم بتكلم على كل ده على بيروتزي على بيروتزي اصلا نجيب بقى الكابتن ماجد يا تسوباسا يا عمر انت هو عامل كده ليه لا باليوكا طبعا ما لعبش انا رزعنا انا كنت فاكر كل ده بيروتزي وبيروتزي لعب فعلا في يوفنتوس لاسيو ايوه انا عارف لا وانتر انا ايه ده هو انت كنت بتقول كام حلوة 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 وكرياتيف ايه عليك طبعا احنا مش هنا جايين عشان نلعب احنا جايين عشان نلعب واحنا بتحب لا طبعا مش بتحب هي اصلا اللعبة دي بقول لك الفقرة دي عشان ايه تصيط انت وصحبتك الفقرة دي بس قبل ما ندخل في الفقرة التانية وهي فقرة ايوه بنك بنك دي حلوة بنك دي بتاعت الأسئلة المباشرة حلوة دي يلا بينا اسمعي اخر حلقه مهرجان غش مهرجان ايه مش قاصد يعني والبنك ايوه واحنا بنحلف الناس محدش يعمل اشكال لا لما انت ما بتقولش بنك انا بعترض بس خلاص هي راحت لا انت ساعات بتبقى قبلها بتقعد تعمل لي بقى حاجات مش هعمل حاجه بس الفقره الثانيه وهي فقره بنك والفقره دي طبعا بتاعت الاسئله ايه عارفها جميل والله العظيم ابو زيد يا جماعه روح حلوه كده طبعا كل واحد هيتسال اسئله كل فرقه ولازم زميلك اللي يقول بنك لو التايم قبل ما يتسال قبل ما يتسال طبعا اول ما انا اجاوب يلا بالظبط كده اول ما انت تجاوب هو عنده رمز هيديله فسوه او فاهم او حاجه من الزمن كده يقول فيها بنك لو ما قالش بنك ولو الاسئله خلصت رامز هيقول لك الاسئله كده انتهت لازم زميلك يقول بنك برده لان لو ما قالش بنك هتروح ماشي. عليك النقاب يلا روك اتفقنا عامل ايه نلعب حجر ورقه مقص يلا عايز مين يبدا نصوح هو ده اللي انت فاكره يا ابني والله العظيم معلم ما بيكسبش غير فيها لا بس عمرو الهادي كان ظبطه كان ظبطه كسبني كلهم 5-0 انت ولا انا لا انت انا عشان لو اول واحده غلط ما تحسبش يلا مرعي ايوه مين المعلق اللي مشهور بيوزع روف خليف اجابه صحيحه نصوحي مين هداف الدوري الالماني الحالي في اللحظه الحفريه دي هاري كين جوراسي مرعي رودي غارسيا كان بيدرب فريق ايه قبل ما يوصل لنابولي روما اجابه غلط النصر السعودي نصوحي ابو تريكا كان بيلبس رقم كام في الاهلي 22 اجابه صح مرعي اسم مدرب توتنهام الحالي اسمه ايه الاسترالي بوستو جولوكولو
ما انا حر ما اعرفش اقولها. مش استراليا، معلش استراليا. اوكي هنعديها. نصوحي بنك. في ثلاث فرق ايطاليه لعبوا نهائيات اوروبيه للانديه السنه اللي فاتت، كسبوا كام واحد منها؟ خسروا كلهم. اجابه صحيحه. مرعي، لاعب انتقل من ليفركوزن لاستون فيلا الصيف اللي فات. من ليفركوزن لاستون فيلا؟ باس. موسى ديابي. نصوحي، مساعد منتخب مصر السابق علاء نبيل لعب كل مسيرته في نادي الاهلي. اجابه غلط. مرعي. المقاولين صح. مرعي. شيفشينكو مثل فريق ايه في ايطاليا؟ ميلان. اجابه صح. نصوحي، ظافر العابدين كان لاعب كوره، معلومه صح ام خطا؟ صح. اجابه صح. بنك. مرعي، مين حامل لقب الدوري الهولندي؟ معروفه طبعا يا جماعه، فاينورد. اجابه صحيحه. ايه ده؟ واللعيبه مجنون هولندا. اخر سؤال، ستيفان متروفيتش بيلعب في نادي ايه في اسبانيا؟ فين ستيفان متروفيتش بيلعب في نادي ايه في اسبانيا؟ امال دوكها اسمه ايه؟ اخو التوام. الكسندر. الكسندر. ريال سوسيداد. اجابه خطا. وتنتهي الفقره. يا لازم تنتهي. الاجابه الصح ختافي. ختافي. ايه ده؟ ده الواد ده مين ده يا جدع؟ مين ده؟ ده اخوه؟ ده اخوه؟ سنتر باك اسمه متروفيتش. لا مش اخوه. لا لذيذ. يا لذيذ يا الحلاوه دي. ايه يا الكياته دي؟ كيلو. هو بيقعد بالليل لابس فانيلا وجايب بطيخ وجبنه بيضاء وبيقعد كده يطلع له متروفيتش سنتر باك بتاع ختافي. شفتوا فين ده؟ لا فاهم؟ وبعدين ركز مع البنك يا ابني، اول ما نعمل اجابتين ادي بنك. فريق صباحه يجمع اربع نقاط. يلا دوق يا دوق. يعني لو فريق ابو زيد وصحبته الثانيه جابوا ثلاث اسئله ورا بعض مش فارقه يا ابني، ما انت فاضل ثلاث جولات. في ايه؟ ايه الافواره دي؟ لسه ثلاث جولات وكله هيموت ويخسرك. مقرف. مين فيكم هيبدا؟ مهاب. اوكي لبستك على طول. حلو. مهاب، مين المدرب الحالي لفريق ار بي لايبزيج؟ باس. اوكي الاجابه كانت ماركو روز. ابو زيد، المغرب انهت كاس العالم اللي فات في المركز رابع. اجابه صحيحه. مهاب، مين حامل اللقب الدوري الايطالي؟ نابولي. اجابه صحيحه. بنك. ابو زيد، مين هداف الدوري الاسباني الموسم اللي فات؟ ليفاندوفسكي. اجابه صحيحه. مهاب، سيد معوض متجوز بنت مين من نجوم الاهلي السابقين؟ باس. رمضان السيد. اجابه صحيحه. انا مالي. يلا يلا. جينارو جاتوزو هو مدرب مين حاليا؟ مارسيليا. اجابه صحيحه. بنك. اسم نادي حالي في الدوري النرويجي؟ مولده. اجابه صحيحه. بنك. الحمد لله. كوير، مين فاز بدوري ابطال اوروبا، بيدري ولا بيدرو؟ بيدرو. اجابه صحيحه. زهق كمان يمكن هو صح. كفرني قبل كده. مهاب، استون فيلا فاز بلقب دوري ابطال في موسم 81 82. هارد. ابو زيد، موناكو هو اخر فريق خد بطوله الدوري من امام بي اس جي، معلومه صح ام خطا؟ موناكو. لا خطا. اجابه صحيحه. مهاب، لاعب مصري حالي محترف في السعوديه؟ احمد حجازي. اجابه صحيحه. دانك. انت صعب. طيب ابو زيد، اخر سؤال، مباراه كره القدم تبدا بكام لاعب في الملعب من الفريقين؟ 22. اجابه صحيحه. ايه ايه بنك. لا تعالى يا اصحاب. لا 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 غششوا. الدوري النرويجي والدوري السعودي واستون فيلا 82 وهنا ابو تريكه 22 ومين خد دوري ابطال اوروبا؟ قول له يا عم. والكسندر متروفيتش ايه؟ بصراحه هو طبعا زي ما الناس كلها بتكتب في الكومنتس بيدينا اسئله سهله بصراحه. بص اديها لنا في وشنا عشان ايه ما نشتكيش تاني. النتيجه الحاليه 6-4. ماشي. بيس بيس بيس. يلا 2. ده واحد من ليفربول اصلا. الفقره الثانيه لفريق صباحو جو. نصوحي، اسم لاعب فاز بأمم أفريقيا مع منتخب مصر؟ محمد أبو تريكة. مرعي، ديون دبلن فاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بمسمى الجديد، معلومة صح أم خطأ؟ صح. إجابة صحيحة. نصوحي، ما هي جنسية اللاعب نابي كيتا؟ غيني. إجابة صحيحة. بنك. مرعي، هنريك لارسن لعب لفريق إيه في اسكتلندا؟ سلتك. إجابة صحيحة. نصوحي، فريق صعد من الشامبيونشيب للبريمير ليج الموسم اللي فات؟ لوتن تاون. إجابة صحيحة. إيه؟ مرعي، ما هي جنسية المهاجم ريكاردو أوليفيرا؟ برتغالي.
اجابه برازيلي. غلط، كانت برازيلي. بيلعب في ريال بيتيس باين. زيدان كان بيلبس رقم كام في ريال مدريد؟ 5. اجابه صحيحه. مرعي، مين اكتر لاعب مثل منتخب كندا؟ ديفيس. اجابه خطا. غريبه. نصوحي. الوحيد اللي عاد فيه. ايه اخر فريق دربه الكابتن حماده صدقي؟ فوتها انجز انجز طلع الجيش. الاجابه كانت سموحه. سموحه. مرعي، كاس العالم بيتلعب كل كام سنه؟ 4. نصوحي، نادي يوفنتوس يقع بمدينه تورينو. بنك. مرعي، اخر سؤال، اسال حبيبي. اسم الشهره لرونالدو البرازيلي؟ اسم الشهره الظاهره فينومينو يعني. اجابه صحيحه. ولا عايز بكل اللغات. انت ليه قلت بنك؟ لو غير لما قلت في لغنه بالايطالي بقى. لا اصل خدت بالك بيسبل ازاي اللي هو فينومينو يا ابني. لوتن. ايوه بتاع نوتن. لا انا قلتها صح والله. استني له اي حاجه شمشم له. ايوه كوبا كوبو والحاجات الغريبه بتاعت كل مره. ايوه دي كانت صعبه قوي. السنه اللي فاتت اصلا بيقول لك السنه اللي فاتت انا افتكرت مين كمان صعد. لوتن تاون ومين الثلاثه؟ هو بيرلي وشيفيلد يونايتد. الثلاثه رايحين في داهيه عشان بتعملش حلقات فمش لسه مش معاك. بس انا رجعت الفانسي دي قاعد مالي عايره. لا بس عيب عليك، انا ثلاث اسابيع بس رجعت الفانسي بتاعي رحت دايس على وش رمز على طول. انا جايب ارقام تاريخيه الموسم ده مش عارف جايبها ازاي. جبت واد صاحبي الواد عمر الحلو ده بقى معاه بودكاست، هو اللي ماسك لي الفرقه بقى. انا ال 400 مثلا على الدوري. هو اللي ماسك لك الفرقه. طب وانت بتعمل ايه؟ ما بعملش اي حاجه. هو قاعد مدير فني اجنبي جايبه قاعد هو اللي بيعمل كل حاجه. فريق ابو زيد وصحبته الثانيه جو. الفقره الثانيه جو. سمع كلام ابو زيد. اسم ملعب برشلونه؟ كامب نو. مهاب، اخر هداف للدوري البرتغالي؟ باس. مهدي تريمي. ابو زيد، المهاجم السابق روي ماكاي لعب في فالنسيا، دي معلومه صح ام خطا؟ خطا. اجابه صحيحه. مهاب، حازم امام احترف في ايطاليا في نادي؟ اودينيزي. اجابه صحيحه. دانك. ابو زيد، اكتر لاعب فاز بالحذاء الذهبي في انجلترا هو؟ بمسمى الجديد. بمسمى الجديد؟ هاري كين. إجابة خطأ. أونري. مهاب، هداف روما التاريخي هو؟ توتي. إجابة صحيحة. لاعبين من أنجولا مضوا للأهلي في نفس الوقت، جيلبرتو و أفيلينو. إجابة صحيحة. بنك. مهاب، أول مدينة استضافت نهائي دوري أبطال أوروبا؟ باريس. إجابة صحيحة. الكوير، أكتر حارس صد بينالتيز في تاريخ الدوري الإيطالي؟ بوفون. هاندانوفيتش. مهاب، أيوة صح. هل فاز نور الدين نايبت ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟ لا. إجابة خطأ، هو فاز. الكوير، آخر لاعب بلغاري فاز بلقب هداف كاس العالم كان؟ ستوتشكوف. 94. إجابة صحيحة. بنك. مهاب، آخر سؤال، أكتر نادي فاز بلقب الدوري المصري؟ نادي الأهلي. بنك. إجابة صحيحة. حلو حلو. دلعنا عم خير الله كده وحزنا حز الناس. عد لي بقى، عد لي النقط. النتيجه الحاليه 13 لفريق 12. اوكي ما تبحبحها شويه، سيبها 13 ماشي. النتيجه الحاليه هي 12 لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه، 11 و10 لفريق صباحه. 11 7 و4. هيموت هيموت وعمال يعلم وينزلنا. كام كام؟ وعشرة لفريق ده مصابر. مع والله العظيم يقول لك بيدينا اسئله سهله. مش ممكن ده متواطئ واحد. انت يا ابني غريب قوي، ليه بتعمل كده يا رمزي؟ 12 11 فرق نقطه. هو بيأخر العبد قوي كده. ما هو شرحها لك بقى يعني. 12 11 تاني مره قال لك ليه مصابر. 12 مكتوبه اهي في الشاشه. بص بص في الكورنر هتلاقيها اهي. 12 11 لو نعرف مين فيكم هيبدا يا شباب؟ مرعي. الفقرة الأخيرة لفريق صباحو جو. مرعي، مين كابتن انتر الأرجنتيني السابق اللي خلده رقمه زنيت. 4. إجابة صحيحة. نصوحي، مين هو مدرب فالنسيا الحالي؟ كيكي فلوريز. الإجابة يا روبن براخة. مرعي، جنسية المهاجم موسى ماريجا؟ مالي. إجابة صحيحة. نصوحي، المعلق المصري الحالي اسمه أيمن إل؟ كاشف. إجابة صحيحة. مرعي، أنتوني البرازيلي لاعب حالي في يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. إجابة صحيحة. أذكر اسم نادي لعب له النجم الإيطالي أنجيلو ديليفيو؟ يوفنتوس. إجابة صحيحة. بنك. يس بنك. مرعي، جود بيلينغهام مثل نادي واحد في إنجلترا
النادي كان يونايتد. اجابه خطا. انت عارفه برمنغهام سيتي. صح. نصوحي ايه هي جنسيه اللاعب؟ رياض محرز. جزائري. اجابه صحيحه. مرعي. اوليفر جيرو فاز بالدوري الفرنسي مع نادي مع نادي ليون. اجابه خطا. الاجابه مونبلييه. نصوحي. مين سجل اول هدف في كاس عالم قطر 2022؟ كنت في الاستاد. السنغال وكولومبيا. السنغال وكولومبيا ده جامد. غلط. اجابه غلط. كانت انر فالنسيا وكنا قاعدين هنا كلنا مع بعض. يلا مرعي. الاكوادور وقطر. يا يلا. ايطالي وصل نهائي دوري ابطال اوروبا كان يوفي. اجابه خطا. فيرنتينا. نصوحي. اخر سؤال. اللاعب المصري احمد حمدي محترف حالي في نادي الوقت خلص. مونتريال. موريال مش عارف ايه. ما كنتش هتجيبها كده. احنا حبلنا. احنا ما جبنا الثمان نقط وما جبناش حاجه تانية. 8 ده كتير. بس يلا نحاول نجيبها. لا بس ثانيه. بس انت هتاخد بالك هو ستريك اسئله صعبه قوي. انت النهارده حكم ملط. رامز يا ملط. هو دي ليفيو كان يوفنتوس وفيورنتينا. صح صح. مين فيكم اللي هيبدا؟ خلينا انا. خش انت. ماشي يلا. الفقره الاخيره لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه. ثانيه يا عم ترجع بقى الاولانيه بقى بلاش عرف. جو. يلا. ابو زيد. ايه جنسيه المهاجم ميلان باروش؟ تشيك. اجابه صحيحه. مهاب. جندوجان لاعب حالي في نادي برشلونه. اجابه صحيحه. ابو زيد. في كام نادي في الانجليش بريمير ليج؟ 20. اجابه صحيحه. بنك. مهاب. اخر نادي مرنه اسطوره الزمالك محمد صلاح هو؟ الزمالك. الشعله السعودي. اتفضل. ابو زيد. سام مرسي هو كابتن فريق اسمه ايه؟ باص. إبسويتش تاون. مهاب. مين حامل لقب الدوري السعودي؟ الاتحاد. اجابه صحيحه. ابو زيد. مين سجل اخر هدف لليفربول في نهائي دوري الابطال؟ اوريجي. اجابه صحيحه. مهاب. بنك. اول فريق اوروبي مثله المهاجم البرازيلي السابق ببيتو؟ ديبورتيفو لا كورونيا. اجابه صحيحه. يلا. ابو زيد. انطونيو كاسانو مثل فريقين من مدينه ميلان وفريقين من مدينه روما. دي معلومه صح ام خطا؟ معلومه خطا. اجابه صحيحه. بنك. مهاب. ديدييه دروجبا لعب في نادي ايه في تركيا؟ جالاتسراي. اجابه صحيحه. ابو زيد. لاعب برايتون الياباني الحالي ميتوما. اجابه صحيحه. اخر بنك. سؤال في الاسئله عامل ازاي؟ ابن جيمي كاريجر هو لاعب حالي في نادي ليفربول. اجابه خطا. اولد هام اتلتيك. انا شايف ان الاسئله جميله. حلوه. جميله. حلوه. دي ثلاثه بس. بيبيتو راح. بيبيتو دي معروفه. بيبيتو دي عظيمه. كورونيا دي على حاجه ثانيه سهله قوي. انت جبتها ازاي؟ لا دي سهله والله. عارفها والله برضه. بجد جامد. والله العظيم هو بيقرا الكومنتات وبيعمل العكس. هو مبدئيا بس في 72 سؤال محطوطين ورا بعض مفيش اي ترتيب فيهم. لو انت شايف ان انتوا ما كانش عندكم ستريك في الجوله اللي فاتت انا مش عارف اقول لك ايه. دي حقيقه. مش عندك اسئله سهله يعني؟ لا ما كانتش سهله. اربعه ورا بعض يا باشا. ايوه. بعد كده ما جبناش اثنين. مش عارفين نجيب اثنين بعدها. هو كان ايه الاسئله؟ حاجة. مش عارف. خسرنا. النتيجة النهائية هي 22 لفريق أبو زيد وصحبته التانية و 19 لفريق صباحه. والنتيجة 2-0. واضح ان صحبته التانية بيقرب اكتر. ها عامله شغل. الدنيا تالتة شمال هنا. كده هناخد صايمه. لا احب بس لا. نقول مين الحلقه الاقوى ومين الحلقه الاضعف. انا خدتها في هذه اللعبه. ادي جامد. احنا هنيجي نهرج ونضحك بس ما جتش. لا ولا حتى بنضحك. على عكس الحلقه السابقه الحلقه الاضعف في هذه المره هي عمر مرعي ب 10 اجابات فقط. الحلقه الاقوى هي ابو زيد ب 15 اجابه. صحصحلي صحصحلي كده عشان الفقرة التالتة اللي لو كسبتوها ستنتهي الحلقة. ده كده الحلقة تبقى 12 دقيقة. 10 دقايق. لا 25 دقيقة. كده في على السخان كده. لا لا عايزين نملى. عايزين نملى شوية. تعالوا نحلل ماتش أرسنال وسيتي. أي حاجة كده ماشي بيها. ده الكونتنت. وهكذا نصل إلى الفقرة التالتة وهي فقرة كلمة السر. باسورد تشالنج؟ لا هي كلمة تشالنج. هي كلمة سير باسورد تشالنج. اعتقد ان احنا لو خسرنا باسورد تشالنج والحلقة دي خلصت 3-0 يبقى نروح احسن. مع ان انا مش شايف ان احنا المفروض نخسر. لا نروح احسن. نروح احسن.
الثالثة وهي فقرة كلمة السر الباسورد تشالنج. طبعا هي ان انت توصف اللاعب اللي هيتقال لك بتقول كلمة واحدة، ما ينفعش تقول اسم اللاعب، ما ينفعش تقول جنسيته او اسم بلد او اسم مدينة او اي رقم او اسم نادي او اسم نادي، لازم بس ان انت تقول اسم يعني اي اسم او اسم شخص كمان اي ما فيش اي اسامي يعني. ممكن بقى تقول تانجو، تقول بقى مش عارف حراق، واتفر اللي انت عايز تقوله، واللي عايز تقول تمانينات تسعينات الفينات دي بنعديها بس. اوكي ماشي يلا يا ابو زيد. الحاجة الوحيدة اللي بكسب فيها ايش بس كده احنا بعيد، ده اللي احنا بعيد تنفعنا. ما احنا خسرنا اخر مرة، عايز تكسب في حاجة برضه على ما ممكن. يلا يا سيدي يلا يلا انا سامع صياح الحلقة الاضعف. الحلقة الاضعف بتصيح، يعني مش اضعف بس اضعف وبتصيح. انتوا اللي مديله كل القوة دي، خليكم انفخوا فيه كده لحد ما يفرق. احنا اللي هنبدا ولا هم؟ هم بقى صح؟ هم ماشي يلا. وشك مش مريحني. عندكم 30 ثانية، انتوا اتنين مع بعض ماشي، ما ينفعش حركة ايديك، كلمة كلمة واحدة بس. اوكي 3 2 1 جو. بيتزا. دوناروما. اجابة خطأ. ظهيرك. سبيناتزولا. يا ولد يا شفت بقى يلا بينا، شفت يلا بقى. بينا بقى وما عملتهاش على اثنين. يلا بينا نفوق بقى، ما عملتهاش على اثنين. شفت بقى الحجر ورا مقسم. قول لي ظهيرك. شفت كده مثلا ظهيرك مش اي ظهير كده ماشي في الشارع، ظهيرك انت. اشمعنى ده بقى اللي انت اخترته؟ يلا عمرو ما تخافش يا عمرو، بطل العده دي بقى. بودكاست. ابراهيم سعيد. شويط. محمود ابو الدهب. نايس جس. مردش. سيد عبد الحفيظ. يا ولد يا بينهم حاجه بينهم يعني، ده حوار بينهم طبعا بينهم. انا مستحيل ما جابهاش بالكوره فاهم، مستحيل اقول كلو. كويس ما قلتش كلو. ايوه طبعا مش عايز اقول، مش عايز اقول كلو برضو. انا بقول انت اللي قلت لي ابعت له ولا ما حطيتلوش. لا اول ما كان هيبقى واضح ان هو الاهلي كنت اقول له اوكيل. لا طبعا انا مش رايح، كنت اقول لك ماشي بس قلت لا مستحيل. لا بس خلي بالك اوكيل بس دي بينكم انتوا الاثنين، بس هي حلوه ده حوار بينكم. هو طلعنا بره الجيم بالظبط خالص يا احنا الاثنين ناقص بقى التيمز. يلا ماشي ماشي حلو يا مارو. يلا عمرو يلا عمرو. بس حلو منكم ان انتوا ما استسهلتوهاش، كانت هتفك. انت اللي هتبتدي. انتوا اللي هتبتدي. مهاب. حارس. ما انا لسه قايل دوناروما. كانيزارس. جاب خطا. طويل. معلومه غريبه مع انه حارس. غريبه جدا، حاجه غريبه. نفسي اقول كامبوس. شمايكل. لا شمايكل ده انا اتصورت معاه شكلي فاهم، مش اقصد لا شكلي زي يعني فرق عامل كده. انا عامل كده جنبه. طب يبقى صح والله. شيطان. فاندر سار. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. حلوه حلوه. انا كنت لو كنت عدت دي كنت اقول لك طواحين بس. يلا يا مرعو. كنت اقول لك رئيس ولا كنت اقول لا مستحيل. انا كنت عايز تقول حارس طواحين، كنت ممكن تقول على طول فاندر سار انت صح؟ ما في كتير. ايوه حارس طواحين خلاص. هو اشهر واحد هولندي. صدق غبي. لا ركز ركز ما ينفعش نخسر 3-0. لا اخسر 3-1 عادي. اتفضل. يلا. لا 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 صحصح لي كده وابتسم. لا اصحى كده معانا اصحى. نذير شوم ده. ربنا يستر. ليتس جو. ماتادور. لا سريع بقى سريع. لا ما تعملش كده خالص. ايفان هيلجير. يا ابن اللعيبه غلط خالص. والله العظيم كنت هتثبت نفسي ثانيه. بلوغرانا. تشافي هرنانديز. اجابه خطا. ميسي. بوسكيتس. دفاع. لونجلي. بص اللي انا بقى معاه. بيرين. هو انت بتفكر معاهم؟ هو مين في كل معايا؟ هو انت اللي عارفه؟ أيوة. انت بتفكر في ايه؟ بتفكر في ازاي؟ انت بتفكر اصل لقيتك مشغل دماغك. قصير. قلبه. لسه قايله. انت قلت قلبه؟ انت قلت قلبه؟ ما سمعتهاش. ما انا مش عارف. لا مساك. بيكي. غلط. صغير. اعاره. سبيليكواتا. <تص->
بيرن تاني هيتحول. ما تظلمش نفسك خالص. لا لا الوقت خلص. في لعيب بس في دماغي ملط. هو بعد اللي كله حصل في ملط. ما بالظبط مش فاكر اسمه خالص خالص راح من دماغي. أوليجر. لا نيبر. انت بتقرا شفايفه؟ يعني هو بيقول حاجه صح انت كمان بيتمتم. جارسيا. يا ولد يا ولد يا ولد إيريك جارسيا. إيريك جارسيا حلو منك يا عمرو قوي. والله العظيم ما فاكر اسمه جبته بس من بيرين. وديني السيف وحياه امي عارفه من المره اللي فاتت. وديني السيف يعرفه منين؟ من الكلو اللي قبلها من بتاع الجرس. صح. لا انا معايا اللي بيجرس ده بقى. امال هو ايه اللي بيرن؟ هو بيرن جرس ولا هو بيقول لك بيرن قصده جرس على جارسيا؟ امال انت عرفت؟ لا طبعا انا عمال انا عرفت. هو ما فاضلش غيره هو جارسيا ابن لذينه ده المدافع الوحيد اللي مشي ومالته مشي وطياره. يا جماعه عمال اتجنن. دونا السيتي مين اللي طالع؟ عمال اقصد لو اديتونا السيتي كان هيجي على طول. احنا كده 3-1 كده يبقى تاني اول. انا مهاب. طيب يلا بينا. انتوا قلتوها صح وانا كنت عرفته بس انا اسمه طار من دماغي وشكله في دماغي كمان. ايوه ايوه ما في عارف. يلا 3-1 يلا مين انا؟ انت هتبدا. 3-1 يلا. اتزوري. دينو باجيو. وست. باريلا. جيلو. كونتي. بشعر. توماسي. غلط غلط. كلمة كلم كلم كلم. فريقك. كوستا كورتا. أشقر. كريستيانو زانيتي. بيشوط. لا فريقه. لا جيلو فريقه. لا مش عارف. جبته. لوجو. جبته. حلوه منك دي. وان دايف هيدر. امبروسيني. ولد يا ولد يا ولد يا ولد. والله جه في دماغي بس انا بس انت قلت لي جيلو دي رجعتني ورا شويه. لا امبروسيني طالع من التسعينات يا مان. بس برضه وان دايف هيدر امبروسيني دي عشان حازم سرور هو عارف كويس قوي كنا مسمينه كده. انا رحت فرقه ميلان بتاع تشامبيونز ليج قعدت انزل العب في نص الملعب. انا والله جه في دماغي لان هو الوحيد اللي اشقر في نص ملعبهم بالظبط. حلو حلو خلاص. يلا واحده كمان. 4-1 لسه. طب يلا يلا. نفسي مره اخد 30 ثانيه زي كل الزملاء اللي بيقعدوا. يعني نفسي مره استمتع بال 30 ثانيه. ما تستظرفش عشان تستسهلها عشان مش هعرفها. احتفال. ما اعرفوش. ديرتي جيم. قوي. تريانجل. تريانجل. كريستيانو. ممكن اقول انا عرفته. انا فرقتي مس. تريانجل. لا انا كنت اقول المسلوسي يا جماعه. ايه ده؟ ده ايه ده طيب؟ مسلوس. اجابه صح. يلا فرقتي يفوز فريق صباحو. ما انا ايه لما قلت انا لازم العب مع الواد ده؟ دم وقعته ليه يا جماعه؟ محدش وقع خالص. انا سكت. انا قلت يا جماعه شفت مثلث. يلا يا ابني اللعيبه على ناكلو خلاص. بس انت خلصتها بالظبط والله العظيم. لا احتفال ايه؟ ما اعرفش. بس الجزمه بتاعت شيكابالا من كام يوم الماتش اللي فات. هو بس جزمه شيكابالا؟ ما شفتوش؟ الله ده حراق برضه. خلصت؟ لا انت لا عايز تجاوب كمان. عاشو حمزه ولا عايز تجاوب؟ عايز اعرف عايز تجاوب ولا لا؟ انا شايف ان انا جبت الفقره. مبروك عليك. شايف ان انا جبت الفقره. احنا لما انت قلت مس محدش فينا قال حاجه. انت قمت عامل ايوه ما انت عشان جبتها. اصل هي سهله. ايوه ما هي سهله فعلا. انا مش فاهم انت عايز ايه. قلت لك فرقتي كمان فخلاص يعني. لا لا انا اترعبت يا حرام. انا عايز اقول لك انا رحت في روما عمال ايه افكر ايه مثلثات روما. انا مسحول في حته ثانيه خالص. اول ما قلت تريانجل انا متاكد ان هي اصلا عمال ابص على التايم. انا مستني ان انت لان حاسس ان انت هتقولها في اي لحظه. وهكذا تنتهي الفقره الثالثه والحمد لله ما فيش ثلاثه صايمه. نحب نقول مبروك إيه؟ لان اسمح بالريمونتا. وهكذا نذهب الى الفقره الرابعه وهي فقره ريسك. ريسك. الله اكبر. حلو. ريسك دي بقى مش ليها حركه صح؟ الريسك دي اللي هي لا مالهاش لسه مش عارفينها ولا جديده صح؟ لا ريسك.
بقى وهي فقره ريسك. ودلوقتي حالا نزلت قدامنا ال ايه ده الشام. ايش ما تشرح لنا الشام دي؟ في الشام وفي الخيل في لعيبه دول الشام الشقيقه. ماشي. دول سوريا ولبنان وفلسطين. حلو قوي. والاردن. يبقى كده دول الشام لعيبه فرنسيه محترفه. كافو وكلاسيكو. هل ده اللي هو على كافو برشلونه؟ الكلاسيكو هو ريال مدريد وبرشلونه. كافو هو روما وميلان. يا جماعه الابتسامه اللي على وشه اقسم بالله لا تقدر بثمن. انا عايز اقول لكم ان احنا بعد ما خلصنا الاسئله على كافو على كافو على كافو عشان روما وميلان. طب انا اعمل ايه يعني؟ ممكن كروت المساعده بعد اذنكم؟ ميرسي يا خير الله. تذكير سريع. كل فريق هيختار خانه من فوق وبعدين 5 10 20 40. دي صعوبه السؤال. عندك اربع وسائل مساعده: اختيارات، وقت زياده، اتصال بصديق، ودوناتيلو لابس بوركين. هل معلومه كمان بس ما اعرفش قلتها له ولا لا؟ ان في سؤال في واحد من كل الاسئله دي بونص بدبل. ده اللي كسبكم مره فاتت ولا لا؟ لا عمر ما حد جاوبه لغايه دلوقتي. العب بقى يلا عشان نشوف مين هيبتدي. يلا كسبني كسبك. مش مهم انت قاصد عشان المره دي نعلى عليه في ال ها. يلا تشتغل على حاجه. خش بالسهله. انا عايز اروح عند الشام. عايز افهم ايه حوار الشام اللي هو بيسال فيه ده. المفروض ان خمسه ده سؤال سهل في الشام. خش على الشام 40 وخمسه ده سهل قوي 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 قوي. 10 صعب سنه، 20 صعب قوي، 40 مستحيل. بس رامز قلل مستوى المستحيل في 40 برضو. يا جماعه عايزين نقول ان احنا لسه بنتعلم الفقرات يعني. ورامز برضو الراجل هو وخير الله بيكتبوا الفقرات ورامز بيتعب فيها. فالمفروض النهارده نشوف ان شاء الله تحسن. ايه رايك اول مره اقول كلمتين حلوين فيك يعني فاهم؟ بروزها واقعد عيدها كل حلقه. طبعا طلع يتشرفوا زيكا قص. خلينا نبدا مع اللعيبه الفرنسيين اللي في الخارج. ايه ده بس 20 بعد كل ده بعد السؤال الاول لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه. هو انت جد قوي. لاعبين فرنسيين في الخارج ب 20 نقطه. في كام لاعب فرنسي مثل ارسنال وتشيلسي؟ تذكروا ان انتوا عندكم اربع وسائل مساعده. تايم التايم 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 خلاص خمسه. هو التايم خلص. لا لا قشطه عادي خلاص عادي احنا بيس نهبط خمسه. مين الاسماء اللي كنتوا جبتوهم؟ ويليام جالس وجيرو وجيرو وانيلكا وانيلكا وحطينا اتنين جدعان. حطينا اتنين محبه. بيتي لعب في ارسنال وتشيلسي. كلام جميل. اربعة. ده كلام مانجا. ولا سنة ديارة لعب في ارسنال وتشيلسي. خمسه اجابه صحيحه. حلوه. واو حلوه. 20 بوينتس من ايه؟ من فم الاسد. حلوين دول. حلو قوي دي. طيب انا ما فيش محليات. ها هو ما حطلكش محلتين؟ الشام بقى 10. ما تخش على الشام يا اسطى. 10 اللي خدت. الشام دي جامده جدا. هموت واعرف اسئله الشام دي. بص احنا نعلي البار ونخش على فرنش بلايرز 40 40 ونقفلها. بس ده طيب. احنا موتنا رامز. في كام محترف فرنسي في الدوري الكوري مثلا؟ هنختار الكلاسيكو. انا عارف رامز 10. السؤال الاول لفريق صباحه وهو الكلاسيكو ب 10 نقاط. من الهداف التاريخي للكلاسيكو؟ لا لا لسه لا لسه لسه. بعدين خد بالك انه هيروح عليك الكارت لو سبته. ما جاوبش. ليونيل ميسي. اجابه صحيحه. النتيجه الحاليه 20 10. هو لو حطه وانت رديت بعديها هيبقى حرقنا الكارت بتاعه. هو الراجل محترم ان هو قال لنا ان هو مش 10 ثواني. يلا سوري هم اللي بخمسه. هيبقى الراجل محترم. حلو قوي حلو. ناخد الكاست خمسه. تعالى ناخد كافو 10 لان استاذ نصوحي طبعا حافظ تاريخ كافو في روما مثلا. خش علينا يا باشا. حسنا بس عشان البوركيني طلع. السؤال الثاني لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه. ايوه. ب10 نقاط كافو. كافو فاز بلقب الدوري الايطالي كام مره؟ جماعه التايم يا جماعه تاني. من 2003 صح؟ ابو زيد لازم اجاوب دلوقتي. لازم ندي اجابه دلوقتي. بسرعه. 2. اجابه صحيحه. بس انا عايز اقول حاجه معلش يا جماعه. هو انت التايم بيخلص تاني لازم مره؟ تقوله لا دي تاني مره يعني. يعني اول مره اوكي بس ما ينفعش. هل التايم خلص؟ هو لازم انتوا يا جماعه عاوزين ال 30 ثانيه. خليكم باصين على التايم في ماشي. عشان كده في ساعات بتطول. ماشي ماشي اوكي. هو معاك كارت تايم اضافي. ماشي ماشي. عايز يقرب الشام 10. الشام ب 10 نقاط. هو السؤال هو معلش هو كان ايه السؤال؟ الله الله ايه اللي حصل؟ الدبل هي مش لما نعرفه. هات الاختيارات.
هات بقى، ما احنا هنستخدم كل حاجه. حط كل حاجه. لازم نجيبه ده ب20 بدل اللي هم جابوه. طب انت ليه مستخدم الاختيارات؟ عشان لو انت ما عرفتش تجاوب عليه بالعادي دي هساعدك بالاختيارات. انت اللي هتعرف السؤال ده من غير اختيارات. يا ابني انا هحط لك وظيفتي ان انا احط لك الكارت ده. انت اللي هتحلها. حل مين يا ابني؟ انت اللي هتحل. اول ما قعدنا هو بيقول لي الشام عشان بس كان عارف انه دبل. ما عرفش برامج قال انا خايف يقول لك الشام لعب في الدوري الايطالي. السؤال الثاني لفريق صباحه، وهو الشام ب10 نقاط لكنه دبل فهو ب20 نقطة. نجم الأردن الأول موسى التعمري انتقل إلى الدوري الفرنسي السنة دي، بيلعب لنادي إيه؟ أنت متأكد؟ ما في، أنا متأكد، أنا عارف برضه. أنت عارف؟ تقريباً اللي أنا قلته. مونبلييه. إجابة صحيحة، يفوز فريق صباحه ب20 نقطة. كلاسيكو 20. أنت اللي كنت عايز دي من الأول. اللي جاية هندوس على ال ايوه هندوس بقى كفو. يلا نتيجه الحلقه 30-30. جميل. حلو الكلام ده اللي بقول لك. العب بقى انا في اوتيلك، اديني كلاسيكو 20. احنا نعمل القعده. حلو. يلا طب قلنا 10 ناخدها احنا بقى. جهز الوقت الزياده كده. جهز الاختيارات. الاختيارات هو انتوا بتختاروا حاجه واحده بس من الاثنين عشان يلا اختيارات. يا معلش يا رامز بعد اذنك، يعني لو البتاعه دي عملت تريلين هنحط الاجابه دي. اللي جاب الاختيارات لا تبقى الاجابه راحت. انت ايه ماشي انت لو دي رنت قبل ما انت تتكلم. لا انت معدي بس خلاص يا خلاص يابا. ده ثالث مره. الحاله الوحيده اللي بنزود لك فيها 30 ثانيه لو انت اخترت وسيله من وسائل المساعده. ماشي تمام قوي. ماشي يلا بينا. السؤال الثالث لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه، كلاسيكو ب20 نقطة. مين اللاعب اللاتيني الوحيد اللي سجل في 5 مباريات كلاسيكو متتالية؟ لويس سواريز. إجابة خطأ. هو كنت عارف ما هيتقال. مش مين بقى؟ كلاسيكو يا ابني. انت قلت كلاسيكو اصلا في بيتك. قول لي بيقول لي فورلان واجويرو. فورلان لا قوي اكيد مش هو. قول انت. يلا رونالدو الظاهره. اجابه خطا. الاختيارات اللي انا كنت حاططها كان فيها رونالدو وكان فيها سواريز وكان فيها رونالدينيو. الإجابة الصحيحه هي زامورانو. فان زامورانو. زامورانو. زامورانو الرهيب. زامورانو صعب قوي. مسلسل عادي. بس حلوه منك. حلو سؤال جميل. حلو برافو جميل والله. هيك السؤال بس بقول لك ايه، لو كانوا حطوا اختيارات كانوا ممكن يجيبوها. كنت عمري ما كنت اقول. لا انا كنت مسؤول سؤال اسمع عشان كده ما حطيتش اختيارات. شفت كان هيتوهنا في كل الاسئله اللي احنا قلناها. البوركيني اتحرق. جهز البوركيني بتاعنا يا ابني. يلا بينا. ايه اسم البوركه دي؟ يهربوا علينا. خلي بالك لازم ناخدها دي. لا خليك صايع. فرنسا 10 دي سهله. اكيد جبتوها لنا خدت الريسك. احترمك بس تخسر ان شاء الله. السؤال الثالث لفريق صباحه، لاعبين فرنسيين في الخارج ب10 نقاط. مين اخر لاعب فرنسي فاز بلقب هداف الدوري الايطالي؟ هداف الدوري الايطالي. طب احنا بنعمل ايه في الحلقه دي؟ استنى على اخر ثانيه واحط الكارت. لا ما ينفعش تحط. خلاص احنا استنى ما ينفعش تحطه. ما تزعقش. معانا وقت. معانا وقت. استنى معانا 30 ثانيه. صح انا كنت ناسي خالص. 100%. قول يا مرعي. قول بثقه. صح اجابتك صح. تريزيجيه. اجابه صحيحه. يا ابن اللعيبه مجنون ايطالي. ايطالي فرنساوي. انت هتضيع عليهم برده الكارت البوركيني. هو تريزيجيه. انا ما كانش ده راح من دماغي خالص يا ابن اللعيبه. فاضل معانا كارتين. بقول لك احنا المره اللي فاتت قعدنا نحوش في كورته ما استخدمناهاش. احنا السكور كام 40-30. نخش على السهل. ناخد في السهل خمسات. خليك خمسات في الاخر. خلينا نخش كفو 40. لا 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 خلينا نلم شويه نقط. هات لي كلاسيكو 5 يا باشا. ايوه مش هنعمل بيها حاجه دي. لا في البنك تحط على جنب. ماشي يلا بينا. كلاسيكو 5 يا باشا. السؤال الرابع لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه، الكلاسيكو ب5 نقط. ايه هما طرفين مباراه الكلاسيكو؟ الريال وبرشلونه. اجابه صحيحه. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بدأوا في الخمسات لازم ناخد 5. طيب يلا يلا. الشام 5. السؤال الرابع لفريق صباحه، الشام ب5 نقاط. من هو الحارس الفلسطيني؟ سوري الحارس. السؤال هقول السؤال تاني. رمزي صالح. صح بس انا لازم اقول السؤال.
اللي بعده. عمر مرعي يلا عشان انت ابتديت تشرق. هنلم الخمسات خمسه ومحلي. هنلم الخمسات يا باشا و... اه يلا ماشي. بس انت ايه من هو الحارس الفلسطيني يعني؟ اللي لعب في النادي الاهلي و... تمام. رمزي صالح يا مواد. خلاص رمزي صالح اجابه صح. قول لي اجابه صح. اجابه صحيحه. شكرا. مش محتاجين رمز. مش محتاجين رمز. ابتسم سكور. ها طيب هناخد ايه؟ ناخد مين فيهم؟ عايزين عايز عليه خمسه فيهم. 45 35. طب كفو خمسه. كفو خمسه. 2002. جاوبت صح. 2002 صح. السؤال هو كفو فاز بكام بطوله كاس عالم في مسيرته؟ كفو فاز ببطوله هو اعلى شربعه و... ف... لا, لا لا فاز لا لا. ببطولتين كاس عالم. اثنين. جواب نهائي. اثنين. اجابه صحيحه. 94. انت لسه هتفكر فيها. 94 يعني. كامل سكور 94 و 94 و 45 حاليا. 40 45 لينا. تعرف ان هو اللاعب الوحيد اللي لعب ثلاث نهائيات. ثلاث نهائيات ورا بعض عشان نبدا فرق 10 نبدا محافظين. لا عموما حتى لو مش ورا بعض بيليه ما لعبش الثلاثه. لعيبه فرنسيه. احنا لازم نجاوب اجابه صح بخمسه. سؤال فرنسيين في الخارج بخمس نقاط. لاعب فرنسي حالي في نادي ريال مدريد. كامافينجا. اجابه صحيحه. ناخد كفو. كنت هقول فاران. كنت هودينا ورا الشمس. ابوس رجلك ما تتكلمش. كنت هقول مين؟ فاران. يا ابن اللعيبه. ابوس رجلك. كفو 20 يا رامز. كفو 20. حلو. مكتوب لي. يلا. اوكي كفو 20. عملت حوشهم في حاجه. هدي احنا لو هنعمل هنكلم صديق هنكلم واد علي. علي صح؟ علي. كفو 20 نقطة لفريق أبو زيد وصحبته التانية. مين المدرب الحالي في الدوري الإيطالي اللي بدأ من أول السيزن كمدرب إن كيس إن في أي مدرب جه تاني في النص وإحنا بالحلقة دي لما تتزاع. حلو. اللي كسب لقب الدوري مع كفو ده كلاعبين طبعا يعني. كلاعب. أنا ما فهمتش السؤال أصلا. مدرب حالي. مدرب حالي في الدوري الإيطالي كسب الدوري. مش لازم تشرح لي معاك 20 ثانية عشان بس ما صح؟ خش اختيارات. 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 اوكي الاربع اختيارات هي البرتو جيلاردينيو، فينشينزو ايطاليانو، تياجو موتا، ايزيبيو دي فرانشيسكو. هو كسبه معاك لاعب. كسبه كلاعب دي فرانشيسكو. يس إجابة صحيحة. يفوز فريق هي. أبو هي. زيد وصحبته الثانية بعشرين نقطة في روما. دي معلومة حقيقية. في روما. بيمرنش في السيريا. بيدار في سيريا. هما جيلارديني ما خدش الدوري. جيلارديني ما خدوش مع كفو. خدوش مع كفو. جيلارديني راح في الخمسة. نف مع في حلقة تانية. أيوة. خدش الدوري. خدش الدوري الإيطالي أصلا. فعلا. كسبه مع مارتشيلو ليبي تقريبا. او ولا مع لا ما هو خدوش مع جيفاني تراباتوني كسبه بس بره ايطاليا. صح صح. احنا قلناها في حلقه قبل كده. خدها مع ليبي كانت الصين. كلو. ايوه كانت ليبي. ايوه هو قال لي جيراردينو من بدري. خلاني بقيت فاهم ان انا ما سمعتش السؤال. مش فاهم السؤال اصلا. حلو. حلوه دي. لو سمحت اديني 20 الشام وبسرعه. اوكي فاضل الاربعينات دي. ممكن نسرق سؤال لسه. لا لا في الاربعين. ده احنا لسه الاربعينات يا باشا. ده لسه الاربعينات كلها. ده حلوه قوي. ومعانا الاختيارات. سؤال لفريق صباحه ب 20 نقطه الشام. راس الحربه عمر السومه فاز بلقب هداف الدوري كام مره؟ قبل ما تي تايم لازم اوضح حاجه. هداف الدوري معناه ان هو كان في الفئه العمريه اللي هي بتاعه المحترفين، مش 21 سنه ومش 18 سنه. يعني كان بيلعب فريق اول. بيلعب فريق اول. خدوا هداف دوري في اي دوري. في اي دوري في اي بلد كام مره؟ صعبه قوي. هداف الدوري. خد كام لقب دوري؟ ملناش دعوه. هنلتزم الصمت. لا هي هبدا مش حمد. يا رب ما يا رب ما يهبدوا صح. بالظبط. الاجابه هي اربعه او خمسه. لاول مره الاجابتين الارقام يطلعوا صح. والاجابه صحيحه. انت اللي قلتها. انت اللي قلت لي اربعه مش اربعه. ايوه اربعه ولا خمسه. انا قلت اربعه. لا انا قلت اربعه. انت قلت الاجابتين. انت قلت خمسه وانا قلت اربعه. انت قلت خمسه. انا قلت اربعه. حلو حلو. تخش على الاربعينات كده وهي الدنيا تحلو. ايه الهلا ايه الهلا. مش مشكله مش مشكله. هنستخدم كلاسيكو ولا فرنش؟ ولا ايه اصلا. كام 70 60 لفريق صباح. يلا بينا. لا دي لسه فيها كتير. 70 60 دي لسه. يلا كلاسيكو 40. نفرض سؤالين كل سؤال هنستخدم وسيله. كلاسيكو 40. كلاسيكو 40. كلاسيكو 40. كلاسيكو 40 لفريق ابو زيد وصحبته الثانيه الجديده.
هي الجديده ولا الثانيه؟ الثانيه انا صحبته الجديد. الحارس سوري يا احمد يا كامل والله يعني انا كله في الحلال والله العظيم وحشني. مين الحارس اللي خرج باكثر شباك نظيفه في تاريخ الكلاسيكو؟ اكبر مباريات يعني خد فيها شباك نظيفه اكتر عدد من المباريات. مين الحارس؟ صلبوا صديق. لا استنى يا ممكن تكون سهل على فكره. انتوا فاضل لكم بس سؤالين يعني وثلاث مسائل مساعده. ده في الكلاسيكو بس ها؟ في الماتشات الكلاسيكو بس. هات وقت زياده. ارزع ارزع ارزع. فيكتور فالديز. اجابه صحيحه. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يا نهار اسود. دي جنب الدهلكه. حلوه. عارف الدهلكه مين فيكتور فالديز؟ كان في النادي بتاعه. ايوه اصل هو اللي جه في الجيل الذهبي بتاع برشلونه. الجيل اللي سابوا خمسات وثلاثات والبلاوي دي كلها. ومدريد كان مش شايف ساعتها عمال بيجمع في جلاكتيكوس ويخسر. بالظبط. حلو يا رامز. نايس سؤال. انت راجل محترم على فكره. حلو يا رامز. هشام 20 اصلا كانت صعبه فهشام 40 دي هتبقى مستحيله. خلاص يعني احنا ما عرفناش ده غير سؤال وقت. فبص بقى احنا لازم نفكر في ايه. هشام 40 دي لو ليه علاقه بالدوري المصري هجيبها. بس هي ممكن ما تبقاش علاقه بالدوري المصري. عمر سومه خد هداف الدوري كام مره؟ انا مش مصدق احنا جبناها. بس كافو وفرنسا احنا معانا اختيارات. بص معانا اختيارات ومعانا اتصال بصديق. هل ناخد كافو؟ مرعي هي ماشيه معاك. يلا عايز شام؟ لا طبعا لا مش دلوقتي. لا 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 ما تسيبلهمش الاثنين تاني. خد ناخد واحده منهم. ناخد كافو ولا فرنساويين؟ كافو ولا خد الشام يا مرعي. اصل احنا هنكلم مين؟ خد الشام يا اسطى. الشام ماشي معاك. ده جبتوا الشام كله صح. كافو نجيب نكلم مين ده؟ كافو ده روبرتو كارلوس الوحيد اللي ممكن يكون عنده المعلومه يعني. مفيش اي حد انا اعرفه في محيط بتاع هيعرف تفاصيل كافو يعني. او 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 وسائل مساعده. انا كنت عايز ابقى ديل الشام. ما تيجي ناخد الشام ونحطه سنه مساعده. عم هجص قوي. هو هياخد اصله كافو اللئيم ده. طبعا ده حقيقه. ما احنا لو خدنا كافو هو هياخد هو الشام مننا. لا هياخد الفرنسيين. هياخد الفرنسيين طبعا. طيب خلاص كافو 40. انا احب اخد قرارات. يلا يا عم القرار. ادي له بقى كافو البرازيل. مش مصدق ان كل اربع اسئله على كافو. لا هو كافو يستاهل جامد. لا ده بيضحك بيقول السؤال من كتر ما هو وحش. يا واط يا زبال. يا ريتك ما اشترته. هي هبدا يعني بتاعت السومه دي ما حلوه. عايز اقول لك بس حاجه. ارجع عن سؤال في كل الاسئله الموجوده النهارده. طب وليه ما كانش هو ده البونص؟ انا كنت تديها دي البونص بتاعت بتاع السؤال. كافو ب 40 نقطه لفريق صباحه. كافو لعب في روما وميلان مع كام لاعب برازيلي؟ ده سؤال عارف. ما ينفعش نستخدم. قول حاجه بقى. سبعه. لما سالت زيكا من شويه قال لي سبعه بس الاجابه غلط. كام؟ احنا سرقنا السؤال. سرقنا السؤال. سته. سته. كنت المفروض تحطوا جنبها واحد. الاجابه 16. ده احنا بعيد قوي. احنا الاثنين مال. احنا كنا بنعد يعني. احنا كنا قاعدين بنعد لقينا وصلنا لسته فقلنا سته. يلا يلا كويس كويس. ايزي ايزي. اخر سؤال. هتختاروا فرنسا ولا الشام؟ سؤال سهل. سؤال مفيش سهل جدا. سهل فضل يعني. لا انا بقول سؤالك سهل. لا عشان فالديز كان سهل. باشا باشا احنا ده وهنتصل بصديق لو عطل. هنساله في الشام؟ اكيد مش في الشام. في فرنسا. في فرنسا ماشي. صح؟ فرنسا يا باشا. فرق كام نقطة أصلا ما بيننا؟ لا ما هو سؤال يجيب الدنيا. ما هو سؤال بي سؤال فرنسيين في الخارج ب 40 نقطة. حلو. أيوة. مين بطل كأس العالم مع فرنسا وهو لاعب حالي في نادي أودونيزي؟ نجهز التليفون نفكر شويه. طيب هو 2018 اكيد. لا اكيد 98 مش هيلحق. اكيد طبعا يلحق. ازاي؟ خدوا بالكم ان في تايم. طب لا اتصل بصديق بقى. نتصل بصديق. ايه خدوا بالكم ان في تايم. لا مش عارفين ان في تايم. لا لا واول مرتين فوتها لهم. انا معايا يا باشا. في جامد قوي. كلم لا علي. لا جامد. اصل انت غريب جدا والله. كلم علي. اكلم صديقنا الاسطوره علي توفيق. بس هو ما بيطقش منتخب فرنسا. ما بيطقش منتخب فرنسا. لا ما بيطقش منتخب فرنسا اصلا. لا انا هفتكر 23 ازيك يا كابتن علي. ازيك يا كابتن. انت على الهواء مباشره من برنامج صباح وتحدي. انا موجود مع عمرو نصوحي ومرعي وجبت مهاب معايا عشان نحط عليهم في ملعبهم. وقعنا في سؤال ومحتاجين مساعده من صديق. اتفضل معاكوا 30 ثانيه. واول ما هخلص السؤال معاك 30 ثانيه. لا تبدا تقول السؤال 30 ثانيه. لا انت بتحور. كان لا لا صح صح. عمال تسرع في الوقت. ايوه يا عم. في ايه يا عم؟ 3 ان شاء الله. 2 1 جو. لاعب كسب كاس العالم مع منتخب فرنسا ودلوقتي بيلعب في اودينيزي. يعني اكيد 2018 يا علي. 2018 في اودينيزي ده ديلوفو تقريبا بس ما كانش معاهم.
اودينيزي بيلعب حاليا في اودينيزي دلوقتي في اودينيزي كسب 2018 وكسب كاس العالم وكان في قائمه فرنسا في كاس عام 2018 دماغي واقفه تماما ممكن الوقت انتهى ممكن الوقت انتهى خليه يقول ارجع يا علي ديلوفوخ ديلوفوخ ما كانش معاهم ما كانش معاهم ماشي ما كانش معاهم صح ماشي شكرا يا علي مين طب ما نحاول ندردش كده يا جماعه طب مع بعض يعني. لو اديتكم اربع اختيارات تفكروا فيهم يلا ده فور فان يعني اوكي جبريل سي دي بي عادل رامي فلوران توفيان اندريا بيير جينياك ده الاربعه ما شموهاش تقريبا عادل رامي جينياك طبعا لا نمره ثلاثة عادل رامي انا بقول اجابه صحيحه ما انا عارف ان صحيحه توفيان هو ده اصله اكيد مش عادل رامي ولا سيسي ولا دول فانياخو خالص لا ده من زمان قوي كان ريزيرف بقى في يعني لو كان اختيارات كنت خلاص كنت جبتوها كنا جبناها احنا ان شاء الله هنعوض بشان احنا جبنا شان وسام 10 وسام 20 اللي معاهم اختيارات اخر واحده اختيارات السؤال الاخير فريق صلاح ممكن نكلم مين بقى محمد عواد ابو مازن هو انتوا ابو مازن ايه محمد عواد محمد عواد طبعا ممكن نكلم محمد عواد معرفش هيرد ولا اس 10 هو ينفع يستخدمه وسيلتين المساعده لا بس لو كلمه وما ردش ممكن لو كلمه وما ردش ممكن نستخدم الوسيله ممكن ايه يعني يستخدم يعني لو ما ردش لو ما حدش رد على التليفون ممكن يستخدم لو ما حدش رد عليا ممكن نكلم مين بس غير محمد عواد معرفش حد ممكن نكلم محمد عدنان محمد عدنان انا فاكرك بتكلم على عدنان لا بتكلم على عواد بتكلم محمد عدنان وش طبعا في التليفون اهو يلا ماشي بقول لك ايه بالراحه بص الاستراتيجيه عباره عن ايه انا خايف بس تكون سؤال اسمعني هو هيقول السؤال معنا 30 ثانيه هنقعد نستراتيجايز هنستخدم انهي كارت بس طيب كويس انك فريق صلاح احب افكركم انه لو جاوبتوا السؤال ده تعادلتوا وهنلعب الجوله الاخيره لو ما جاوبتهوش فريق ابو زيد وصحبته الثانيه فازوا باللقاء دي اول مره اصلا ما نلعبش فيها انا مين في حياتنا عشان بس السبب انه رامز كان عايز يحط اللعبه الجديده لا لا فعلا احنا كنا عايزين نحط لعبه جديده دي حقيقه فمش مشكله بس ان شاء الله دي مش هتبقى اول مره ان انا ما العبش فيها انا مين هتبقى الفيصل يا رب يخسروا سؤال الشام ب 40 نقطه لفريق صباحه اوكي مهاجم لبنان محمد غدار ده لفينا بالاهلي لعب في الدوري المصري والدوري الاردني والدوري البحريني والدوري العراقي والدوري السوري وطبعا الدوري اللبناني ايه الدوري او الدوله الوحيده اللي لعب فيها محمد غدار ولم تكن دوله عربيه اختيارات اوكي الاختيارات هي ماليزيا سنغافور تايلاند تركمانستان وانت قلتها من الاول انهي واحده بقى انا كده معايا 30 ثانيه بعد دي تقلقش بعد دي 30 انت عرفته لا هو بيحتفل بدا مستني احتفل هو قال لي من الاول خالص قال ماليزيا قال لي ماليزيا اندونيسيا واندونيسيا ما كانتش في الاختيارات ودلوقتي انت عايز ماليزيا ايه يا تايلاند وحاسس ان هي تايلاند ده عرفتها منين ده يا مرعي حاسس انها تايلاند خلاص يا مرعي وانا برضه حاسس انها تايلاند بس انا خايف ما تطلعش تايلاند هتطلع هتضايق قوي هتطلع تايلاند يا رامز ماليزيا كانت الاجابه الصح فاز فريق ابو زيد وصحبته الثانيه هارد لك يا رجاله هارد لك هارد لك حلو حلو لا كانت حلو انت ما قلتش خالص بقول لك ايه سوبر اندر انت عالمي انا اول حاجه في دماغي قلت ايه انا قلت تركيا يعني ده الحاجه القريبه لينا ده جاب ماليزيا منين ابن اللعيبه ده ما اعرفش ليه غيرت تايلاند معلش معلش حلو ده نايس ده قوي ده نايس يا مرعي حلو برافو يا عمر حلو يا رجاله لا معلش حرام عليك كنت تديني هنت لا حرام عليا لا معلش حلو بس على فكره حلو. اسئله الاربعينات جامده جدا مش راضي لا مظبوطه هي مش استحاله وصعبه قوي هي ليفل الوحش حلوه يا مرعي ليفل الوحش يا يعني احنا جاوبنا اربعينيه وهم جاوبوا اربعينيه وهكذا نقدر نرجع في النهايه الحلقه بانتصار اول الكوير ابو زيد ابن عبد الزوح بعد ما جاب مع حبيبه وهكذا نحب نقول استاذ احمد كامل الفنان الكبير ان ابو زيد كسب ايوه بقى وهل يا ترى انت بتشجعه ولا لا كل الحب والله يا كابتن احمد انت وحشني جدا والله العظيم جامد والله جامد لا جامد لا حلو خطيره بس معلش حلو اللقاءات الكبيره بتقف على بعض التفاصيل الصغيره يا كابتن مرعي الفكره ان انت قلت ماليزيا من غير اختيارات اول كلمه قالها والله عايز راي احنا ادي انا مين بونص لمرعي بصراحه
برافو يا جماعه. مبدئيا كده انا مبسوط بالحلقه ومبسوط بالجيم، لان فكره ان يجي حد مع واحد صاحبه انا بقولها بنقولها بقالنا فتره، والمره دي اول مره نجربها، ودي مش تبقى اخر مره. في كمان يعني في السيريز هيبقى في اكتر من كده، انا شايف ان هي الذ، لان في كيمستري اوريدي موجوده بينكم، وفي حاجات انتم بتبقوا متفقين عليها، فدي بتبقى لذيذه قوي. فشكرا يا بيبو، والله زي ما انت جاوبتك شويه حاجات النهارده مش عاديه. ديبورتيفو لا كروني، اخدت بالك انت؟ لا لا لا، دي بيتو يا راجل، هو انا جايب اي حد؟ لا استنى، الوحش في العرض كوتش كوتش. ومرع النهارده كان هايل برضو بصراحه، والحلقه الاقوى كتبوا زيد في بنك. لا انصحي النهارده فورمه، لا لا والله ما جيت، لا لا كان في حاجات حلوه. المهم ورامز، ورامز لا رامز نجم الحلقه، رامز نجم الحلقه مش كسب حلو. امال ايه ده حبيبي واخويا ده رامز، ضربنا في التايم مرتين، ضربنا في التايم مرتين، وبعدين شفت قال لك اجابه غلط مرتين. احنا نقول مبروك لفريق ابو زيد وصاحبته الثانيه، بعد ما ساب صاحبته الاولانيه وراح لصاحبته الثانيه عشان يحاول انه يكسب. بس اوعدكم هيجي هنا مع صاحبته الثالثه، ايوه نشوف ساعتها ترى الثالثه تبته. لا بقى ليه النهارده الوقت ده؟ اه هنيجي اه اخرب بيتك ماشي، يلا لتر حرفيا هروح فين الشارع كالعاده. زي ما احنا نشكر بيبو، نشكر ابو زيد، وبرافو بقى والله معلش ماليش دي والله حلو 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 للتاريخ. نراكم في الحلقه القادمه يوم الجمعه الجايه كالعاده. مش عايز حلقه جديده، لايك فيديو على يوتيوب، شير على فيسبوك، شير على تويتر، عايز تتفرج على الحلقه الجايه هتظهر لك. وانشا كان معاكم عمر مرعي وبيبو وابو زيد ونصوحي وسلام. برافو يا اللاعبين، الفرقه كلها راحت متشاله. إلهي يشيلك يا اخي، إلهي يشيلك ويحط عليك. لا انت النهارده ملط. اذكر طب اهدى ما ملط. طيب اذكر رامز ملط. يلا يا جدع سوري انت حكم. لا يا مان انت لازم تبقى تستحمل هذه الضغوطات وتتعامل. خد وقتك ماشي. رامز ملط يا حكم يا ملط. الواد عامل شانل بيسميها الصياح وكوره، شفته؟ ده انا اتفاجئت ضحك. لا في عيال كمان كانوا عاملين فيديو، ودي هم الاربعه، واحد مسمي نفسه مش عارف عمرو صياحه، والتاني مسمي نفسه عمرو. عاملين التشالنج بس انا هموت على روحي من الضحك يا ابني. عاملين فيديو دقيقتين كده موتني ضحك. ما كنتش عارفه طبعا، لو عملوا لي قرد اصلا سبينازولا مين؟ ما اعرفش مين انا عارف اسمه بس ما يعني انا لو شفته مش هعرفه مستحيل طبعا. ولا انا بس هو عامه نصوحي بيحب قوي الاسماء دي. افتكرته ايه ده؟ هو ده اللي اتعور في وسط اليورو وكان منهارين عليه في اليورو. افتكرته كده افتكرته. لا مش فاكر شكله برضه. لما الحلقه تنزل هتلاقيه ان شاء الله خير. لا ما هي ملهاش، عشان كده خدت وقت كتير قوي عشان مش عارف انا افتكر لو ليه لقب اصلا. هو كان لقبه ايه؟ سيد عبد الحفيظ، سيد فيجو بقى وحاجات ما اعرفش. كنت هو ريال مدريد في وقت من الاوقات. ايوه كسبوا ايه؟ كسبوا مين؟ اسمه مين؟ مش عارف. سولار ده معرفش. البنك الاهلي. البنك الاهلي ايوه. فنزل بس جاب بيتش كمان. غلب يا عم مرعي. كل ده يتشال في المونتاج. يا ريت يتشال في المونتاج. كل ده يتشال في المونتاج. شويه حساله.